رؤيه حضرتك للمشهد الحالي وتقييمك ليه مع التطورات طبعا الاخيره وزياده التصعيد من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي؟ يعني للاسف اسرائيل خلال الفتره الماضيه يبدو انها تريد مواصله مخططاتها في قطاع غزه بشكل عام. اسرائيل حتى الان لم تمتثل للقانون الدولي ولم تمتثل ايضا لجهود الوساطه الاقليميه من جانب مصر ومن جانب بعض الدول الاخرى سواء في المنطقه او حتى للضغوط التي او الادانات التي قامت بها بعض الدول الاوروبيه وحتى الولايات المتحده الامريكيه. يعني احدث تطور في هذا الموضوع هو التحذيرات التي قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالأمس حذر بنيامين نتنياهو وحكومة بنيامين نتنياهو من أن يعني اجتياح رفح سيكون له عواقب كارثية على 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 قطاع غزة لأنه سيسقط المزيد من المدنيين. وقال بالحرف أن هذا الاجتياح يمكن أن يسبب فوضى بل يعني وصل حد التحذير الأمريكي إلى أن إلى يعني تحذير نتنياهو من أن هذه العملية قد لا تنتهي بالقضاء على حركة حماس وهو الهدف وهو أحد الأهداف الإسرائيلية من المعلنة على الأقل بالضبط المعلنة على الأقل. فيعني حتى الإدارة الأمريكية وحتى يعني حلفاء إسرائيل أنفسهم يحذرون من مواصلة إسرائيل هذه العمليات. ولكن إسرائيل على الجانب الآخر يبدو أنها يعني تريد مواصلة هذه العملية داخل قطاع غزة بشكل عام ومن بينها طبعا مدينة رفح الفلسطينية. ولكن يعني أستاذ علي أنا شايفة في أو الناس كلها والعالم أجمع شايف في تغير في المواقف خاصة الولايات المتحدة التي كانت داعمة منذ بداية هذه الحرب. اليوم هي هل يمكن أن نسميها أنها تتخلى ولو جزئيا عن إسرائيل بعد وقف يعني إمدادها بالسلاح يعني بايدن اعترف أنه يعني هذه الأسلحة تقتل المدنيين؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني ليس فقط حتى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرأي العام الغربي بشكل عام حدث لي تحول خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالأزمة الجارية في قطاع غزة. الإدارة الأمريكية نفسها يعني جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر أكثر من مرة ليس فقط يعني بالأمس ولكن خلال الأشهر الماضية كان الإدارة الأمريكية المزيد من الانتقادات أو الكثير من الانتقادات تجاه ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة بوجه عام وخاصة داخل مدينة رفح الفلسطينية. فالموقف العام الغربي يعني هناك موقفين إذا تحدثنا عن الدول الغربية سنجد أن هناك موقفين الموقف الرسمي الموقف الحكومات وأيضا موقف الشعوب. نعم. يعني الشعوب أو الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكي طبعا موقفه واضح بشكل جلي فيما يخص هذه لكن الأزمة. يعني أنا بتكلم عن خطوات جدية أستاذ علي يمكن دائما هناك تنبيهات تحذيرات ولكن هذه المرة الوضع يبدو مختلف بعض الشيء من الجهة الأمريكية. هل هي عبارات تستخدم في الإعلام فقط أم هي خطوات جدية لمنع هذه الأسلحة؟ يعني إذا تحدثنا يعني عن الأمر الواقع سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف هي مترددة فيما يخص الضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب وهذه العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. يعني الولايات المتحدة يمكنها أن تضغط بشكل أكبر على إسرائيل ولكن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو مترددا بشكل كبير حتى الآن فيما يخص هذه الأزمة.